مشكله بنشوفها كثير موجوده بمرحله الطفوله او المراهقه، مشكله تبارز الصيوان، يعني الاذن المتبارزه او اذن الخفاش مثل ما بيتسمى، عيب خلقي في صيوان الاذن بسبب كثير من الالم النفسي وكثير بيكون في تنمر. ولكن اليوم مع تطور الطبرشه اكيد صار في علاجات موجوده ونتائج اكيد موثوقه. اكيد يا هادي، ومثل ما ذكرتي يمكن هذا الشخص بيكون عرضه للتنمر بشكل كثير كبير ضمن المجتمع. اليوم ضمن فقرتنا رح نضوي على هي الحاله، شو هي ابرز وافضل طرق العلاج، شو هي الاسباب اللي ممكن تؤدي لتشكل هي الحاله عند الشخص، هل هي فعلا فقط خلقيه ام ممكن يكون في اسباب ثانيه تسبب حدوث هي الحاله؟ امتى اليوم طبيا نحن ممكن نلجا للتجميل والجراحه؟ معلومات جدا مهمه حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي الدكتوره مريم ابراهيم خلوف، اخصائيه بامراض الاذن الانف الحنجره وجراحه تجميل الراس والعنق. صباح الخير دكتوره. صباح اهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك دكتوره، اهلا وسهلا فيكي. عم نحكي عن موضوع كثير مهم، ويمكن كثير من الاشخاص اللي عم يتابعونا ما بيعرفوا تفاصيل هذا الموضوع. خلينا بدايه نتعرف من حضرتك عن صيوان الاذن، واكيد باي عمر ممكن يكون موجود. تمام، هلا الصيوان هو صراحه جزء من الاذن الظاهره او الخارجيه، يلي بتتكون من مجرى السمع الظاهر ومن الصيوان. وهو عاده بيتكون من غضروف مرن ومكون من طبقتين بس، جلد والغضروف تحته ملتصقين ببعض بشكل وثيق بدون وجود طبقه ثالثه شحميه بيناتهم. هلا هذا الشيء بيعطي خصوصيه للصيوان لانه بيخليه اكثر حساسيه على الاذيات الرضيه. ما في طبقه تحميه يعني من الردود. هلا كمان الصيوان بالنسبه لمراحل نموه عاده هو صيوان اكيد موجود عند الطفل اول ما بيخلق، بيكون حجمه صغير وبيصير يكبر تدريجيا خلال مرحله الطفوله، بيوصل تقريبا ل 85% من حجمه بعمر الخمس سنوات، حجمه عند البالغ بعمر الخمس سنوات. هي كتوصيف عام. وظيفة الصيوان مثلا فينا نقول هو بصراحة الجزء الأول يلي ببلش يتفاعل مع الصوت أو بيبدأ بوظيفة السمع، لأنه ببلش يلتقط الأمواج الصوتية ويجمعها ويوجهها نحو مجرى السمع الظاهر، وهو بصراحة بفلتر الأمواج الصوتية المتوافقة مع الأذن البشرية، لأنه إحنا أذننا بتسمع تواترات معينة. فهي هي وظائف الصيوان. دكتورة، نحن أكثر من مصطلح ممكن نحن نستخدمه على هي الحالة، شيلي عن المصطلحات العامية، أكيد صحيح. طبيا كمان بيقولوا أذن الخفاش، يعني نحن اليوم عم نقصد نفس الحالة. ذكرتي حضرتك أنه بعمر الخمس سنوات بتكون الحالة ظاهرة جدا عند الأطفال، 85% تقريبا. لا، هذا بيكون نمو الصيوان وصل ل 85% من حجمه الطبيعي. خلقي، هل نحن اليوم قد ايه نسبة هي الحالة انه ممكن تكون خلقية عند الأشخاص؟ وإذا ما أنا خلقية شو هي الأسباب اللي ممكن تؤدي لحدوثها؟ حلو كثير. هلا تبارز الصيوان أو هي نحن علميا بنسميها بروتودينج إير، هي الحالة هي عبارة عن وحدة من أشكال فشل تطور الأذن الظاهرة. فبتتمثل بنمو مفرط ومتبارز للصيوان زيادة عن الحالة الطبيعية عند باقي الأشخاص الطبيعيين. هلا الاذن هيدي الى درجات من او هي الحاله الى درجات خفيفه متوسطه او شديده التبارز. نحن وقت تكون شديده جدا بنسميها اذن الخفاش او بات اير. هلا ليش بتكون شديده جدا؟ بصير الصيوان كثير كبير، المحاره اللي بقلبه او اسمها الكونكا هي منطقه معينه من الصيوان من تضاريسه بتكون كثير كبيره ومتوسعه، وبيكون عندنا غياب للسنيات او الطيات التشريحيه الطبيعيه اللي هي اساسا بنشوفها نحن على الصيوان، بتغيب بمكان معين وخاصه شيء اسمه الانتي هيليكس، فهون بنسميها البات اير. هلا بالنسبه لحدوث هي الحاله هي فيها تكون خلقيه او مكتسبه. هلا الاذن المتبارزه الصريحه ثنائيه الجانب عاده هي خلقيه، يعني بتجي مع الطفل اول ما بيولد، بتكون خفيفه وبتصير بنشوفها بوضوح اكثر كل ما كبر الطفل، وخاصه يعني بمراحل الطفوله المتوسطه لما يصير عمره خمس سنوات. المكتسبه منها عاده وحيده الجانب، خفيفه، بتكون ناتجه عن وضعيه خطا للطفل البيبي اول ما اهله بيحطوه على السرير، بتشوفي اذنه عم تنطوى تحت الراس، بتقوم تعطينا شيء مكتسب ما كان موجود اول ما خلق البيبي. هي المعلومه الشائعه انه بيقولوا احطي البيبي على كذا جهه مشان وضعيه الراس، يعني المهم ما تكون اذنه مسنيه تحت الراس، حطيه كيف ما بدك، المهم الاذن ما تنطوى تحت الراس. طيب خلينا نروح لرحلة العلاج ونتعرف من حضرتك كيف ممكن اليوم نعالج هي المشكلة. ممكن نبلش بمراحل بسيطة أم لا إحنا بداية حاجة فورا يمكن للعلاج الجراحي؟ خلينا نوضح أكثر شو هي طرق العلاج. كمان السؤال حلو مرتبط بالقبله، يعني نحن بداية بما أنه
في شيء ممكن نحن نسببه للطفل، بالتالي الوقاية هي خيار أول. إنه أنا إذا كانت الحالة بدها تنشأ بسبب وضعية الرأس والأذن، فأنا بكون بحمي طفلي بالوقاية من هاي الوضعية. أما الحالة المتقدمة والصريحة يلي صارت ما قدامنا إلى حل تاني غير الجراحة، فهون حلنا هو الإصلاح الجراحي، طبعا بيصير تحت التخدير الموضعي أو العام، ويفضل طبعا بعمر مثالي هو 5 سنوات. طيب يعني خلينا شوي نتخيل معك هذا العمل الجراحي، يعني نحن دائما الأذن هي عضو حساس بالجسم، اليوم عم تقولي يعني هي تحت التخدير العام، خلينا هيك نوضح شوي آلية العملية كيف تصير يعني. ايه حلو كثير. هلا العملية هي لها أكثر من تكنيك، نحن طبعا بنقراها بالكتب والمراجع، وبقى بتعتمد على نحن كيف بدنا نحاكم الحالة. بالنسبة للأساسيات بالجراحة بمختلف أشكالها وتكنيكاتها، نحن في عنا شريحة جلدية بدنا نستأصلها من السلم الخلفي الموجود خلف الصيوان. عم نحكي خلف الأذن. لكن طبعا. على السلم بنستأصل شريحة جلدية قياسها بيتفاوت حسب شدة حالة التبارز، طبعا الخفيف بيكون بدنا قياس شريحة صغير، وكل ما كان التبارز أكبر بدنا نعرض الشريحة الجلدية تستأصل، بعدين بيتم التداخل على غضروف الصيوان كمان حسب شدة الحالة، تتراوح التداخل ما بين أنه أنا بس ضاعف الصيوان تضعيف للغضروف بالتشطيب أو بالتجريح، والمتقدمة أكثر نحن بنوصل أنه نستأصل شريحة مثلثية من هالمنطقة هاي من الغضروف، تحديدا بمنطقة يعني اللي بدي صنع فيها الطية اللي هي ما أنا موجودة بالصيوان أو الغائبة. هي التقنية ساعتها بتساعدنا بأنه نصنع شيء اسمه الأنتي هيليكس، وبعدين بتم خياطة هيدي المنطقة اللي اشتغلنا عليها مع العظم الموجود خلف الأذن، منطقة الخشاء، وتثبيتها، وبعدين خياطة الجلد بطرق معينة، وبعدين بنحط ضماد ضاغط على الأذن بلف الرأس كله. أوه. وبنعطي توصيات لما بعد الجراحة. شكلها مؤلمة كتير. صحيح. لا ألم ما في. ألم ما في. دكتورة يمكن هذا الموضوع أو هي المشكلة، في أشخاص بتتقبل هي المشكلة ما عندهم يعني أي موضوع فيه، ولكن بالنسبة في حال كان في تأخر قصدي بالعلاج، شو المضاعفات أو الآثار السلبية اللي ممكن تصيب هدول الأطفال أو الأشخاص؟ تمام. هلا نحن حكينا انه بشكل عام يفضل انه تجرى هيدي الجراحه بعمر معين 5 سنوات، وهذا الشيء له اسبابه صراحه، يعني هو مو عمر محطوط هيك اعتباطا، هذا العمر مثالي لانه الصيوان بعمر 5 سنين بيوصل ل 85% من حجمه عند البالغ، وبالتالي الجراح بيشتغل على صيوان شبه مكتمل، والجراحه بتكون طبعا اكيد ناجحه. والسبب الثاني لإجراء العمل الجراحي بهالعمر إنه الطفل بيكون لسه ما انخرط بالحياة الاجتماعية، ما دخل، يعني هذا العمر بنسميه نحن البري سكول، يعني لسه ما دخل للمدرسة، ما اختلط بالأقران، ما سمع الكلام والألقاب اللي بدها تجي، فهذا العمر مناسب ومثالي. هلأ في حال لم تجرى الجراحة بهذا العمر، طبياً وجراحياً وكنتائج للجراحة ما عندنا أي تغيير، بيضلوا الشخص بياخذ النتيجة الحلوة والجمالية والمرضية بأي وقت عملت فيه الجراحة. وفي حال لم تجرى يعني بـ بـ بالعمر الطفولي، يمكن إجراءها بأي عمر. العقبة الوحيدة الممكن إنها يعني تنتج هي الأذيات النفسية والمجتمعية، أو اللي بنسميها social stigma، يعني الوصم أو الألقاب اللي ممكن يسمعها، أما طبيا ما له آثار جانبية. وما بننسى نأكد إن تبارز الصيوان ما له تأثير على السمع، يعني ما هي مشكلة سمعية، هي مشكلة شكلية وجمالية أو النطق أو شيء ما بيصير. لا لا نهائيا. طب اليوم نحن خلينا نصنف نوع هاي الحالة بالعمليات الجراحية التجميلية، هل فينا نقول اليوم هي عملية معقدة أم عملية بسيطة؟ وقد اليوم مهارة الطبيب بتلعب دور جدا مهم بإعطاء النتائج الإيجابية للمريض؟ هلأ اعتماد الجراحة على مهارة الطبيب، فيني أقول أنه surgery is art، يعني العمليات الجراحية هي أشبه بلوحات فنية. صح. وأكيد أي جراحة إن كانت هي بتعتمد على مهارة ولمسة الجراح، وقديه هو خبير وماهر ومرن بأنه يحاكم ويناظر بين الجهتين ويعطي أقصى درجة من إمكانياته ليأخذ الشخص المريض أحسن نتيجة. طيب بالنسبة لعملية تبارز الصيوان، قديش اليوم هي بتعتمد إذا فينا نقول على مهارة الطبيب؟ هل هي عملية ممكن تكون بسيطة أو معقدة؟ خلينا نوضح أكثر. هلا اذا بدي صنفها بصنفها عمليه بسيطه، هي عمليه بسيطه تكنيكها معروف، ونحن بنقرا بالكتب وبنعرف كل ابعاده وطريقه اجراءه، ولكن يعني مثل ما قلنا اكيد خبره الجراح ولمسته ونظرته هو للحاله، وقد ايه هو قادر يكون مرن ويتكيف مع شكل كل صيوان ومع شكل الحاله اللي عم يتعامل معها، ف
فأكيد بتعتمد عليه. اليوم دكتورة من خلال مجالك ومن خلال عملك أكيد اليوم عم تشوفي حالات خلينا نقول بسيطة حالات شديدة، واليوم عم تقدروا تجميلا اليوم تتعاملوا مع هاي النقطة. اليوم مثل ما قلنا العلم خلق لحتى يخدم البشرية، قديه اليوم مهم قسم التجميل إن كان بهي الحالة أو الحالات الأخرى يعني؟ تمام. هلا التجميل خلينا نقول إنه وجود أي عيوب خلقية أو مشاكل مرضية أو تشوهات وخاصة بالأماكن الظاهرة والمكشوفة من الجسم في حاجة ضرورية اليوم 100% عند طفل صغير. خلينا نقول بلشنا شفناها اكتشفناها عند طفل صغير عند أهله اكتشفوها، يعني يفضل إجراء الاستشارة الطبية بأسرع وقت ممكن وإنه ما نتأخر عن متابعة حالة الطفل ونشوف شو الإجراء المناسب لحالته وكيف أنا ممكن ساعده أو صلح له هاي المشكلة اللي عنده حتى أنا أحمي من التنمر الاجتماعي، من الوصم، من الأذيات اللي ممكن يتعرض لها، الألقاب. صراحة كلمة ممكن تنحكى بعمر صغير تنسمع على الشخص كل عمره يعني. فأكيد التجميل حل هاي المشكلة صراحة. طيب حماية يعني. طيب دكتورة نسبة هاي المشكلة، نسبة وجودها اليوم عنا بسوريا كيف عم تكون، هي كبيرة أم لا؟ عند مين عم تشوفيها أكثر، عند الإناث أو الذكور؟ صراحة هي موجودة نسبة متفاوتة وهي ما إلى علاقة بالجنس، موجودة عند الذكور وعند الإناث. نسبة طبعا وجودها لهي الحالة فيها نسبة كبيرة وراثية طبعا، تورث مثل لون العيون، مثل شكل الأنف، مثل لون الشعر، كل شيء هي تورث. ولكن بالمقابل فيها تظهر على شكل طفرة أو حالة منفردة عند الطفل ما أنا موجودة عند أهله بالأصل، وطبعا موجودة بمجتمعنا. وبتخيل ما في حدا منا ما بيعرف حدا بمحيطه ربما عنده إياها أو بالفعل ورثها لابنه يعني. حتى كنا نشوف بعض الأمهات يروحوا لوضع مثل بوند أو بوند كرمال يخفوا هاي المشكلة، عم يروحوا مثل ما بيقولوا للحلول السطحية بدون معالجة المشكلة. اليوم حكينا بموضوع الإجراء التجميلي الجراحي وحضرتك هيك شرحتي لنا اليوم، تخيلنا نحن معك عملية بسيطة كيف ممكن تكون فيما بعد، بعد ما يتخرج هذا المريض في توصيات اليوم قديه مدة الاستشفاء وهل ممكن يصير بعض الاختلاطات عنده؟ تمام. هلا هي اولا مثل اي عمل جراحي سواء تخدير موضعي او عام فهو رح يكون تحت حكم الاختلاطات نفسها لاي عمل جراحي ثاني. لكن اذا بدنا نقول في اختلاطات نوعيه لهي الجراحه مميزه لها ففينا نذكر اختلاطين يعني بيميزوا هي الجراحه. الاول هو انه يصير عندنا لا سمح الله التهاب بغضروف الصيوان بعد العمل الجراحي. في سبب لهذا الالتهاب اكيد دكتورة؟ عدم العقامة وهالأشياء هاي رح نحكي عنها يعني. فضل. إذا بقلكم إنه مثلا التهاب غضروف الصيوان اختلاط يعتبر يعني يعني ما إنه كتير مستحب، لأنه التهاب الغضروف رح يقودنا لسلسلة من التداخلات الجراحية الإصلاحية، رح نضطر ندخل أول مرة وتاني مرة لننظف منطقة الالتهاب والقيح وننظر الحواف ونشيل المنطقة المتأذية أو المتموتة، وبالتالي مرة على مرة رح تنتج عنا أذن مشوهة بنسميها نحن الأذن القنبيطية. فهي بتكون نتيجة لالتهاب غضروف الصيوان. هلا هيدا الاختلاط جدا سهل تجنبه وتفاديه باتباع أقصى شروط ودرجات العقامة أثناء الجراحة، اختيار المكان المناسب، قاعة عمليات مجهزة وعقيمة، يتبع الجراح أقصى درجات العقامة. بعد العمل الجراحي أيضا لما بدنا نبدل الضماد بشكل دوري ولسه جرحنا طري أثناء فك القطب يعني الالتزام يعني الالتزام أكيد بيراجع طبيبه وبيقوم بالنوم بده يضل نايم على بيكون في ضماد كامل مثل البوند لافف الراس بشكل كامل طبعا أول أسبوع لأسبوعين، وبعدين حنعطيه توصيات الراحة من الضماد والبوند يعني بصير نخففها شوي شوي، بده يضل يتبعها شهر لثلاث شهور تقريبا. طيب اليوم بعد العملية الجراحية تمام كان في اختلاط ثاني يعني سألتي، ففي اختلاط ثاني بميز هي الجراحة هو شيء بنسميه الأذن الهاتف أو تليفون إير. خلينا هيك نشرح بالعامية أذن الهاتف يعني بتشوفي أنت الجراح عم بيحاول يعطي أفضل نتيجة للمريض. بيقوم لما بده يعمل الشريحة الجلدية ويرد الصيوان للخلف قام بفرض إصلاح للمنطقة المتوسطة من الصيوان وترك القطب العلوي والسفلي لأنه ما قادر يرجعون لورا، لأنه إحنا عندنا التكنيك هو بيشتغل يعني بدنا نترك جزء من الأعلى ومن الأسفل. ف
فبهالحاله بتشوفي شد مبالغ فيه للجزء المتوسط مع تبارز للقطب العلوي والسفلي، فبتصير عندنا مثل شكل سماعه التليفون الارضي اللي بنعرفها يعني الى قطبين علوي وسفلي. كمان سهل تفاديه باني انا بس يعني يقوم الجراح بالتعديل والاصلاح بشكل معتدل ومتوازن وبدون مبالغه، ما بصير عندنا شيء. الجراح اكيد الرهان الاول والاخير اليوم على الطبيب. يمكن مصطلحات طبيه اليوم جديده ويمكن كثير من الاشخاص ما بيعرفوا تفاصيل عنها. دكتوره خلينا نرجع للعمليه الجراحيه، بعد العمليه مباشره في حال بعد فتره صار في انتكاس بالحاله ورجعت الاذن لشكلها الطبيعي، شو بيكون السبب هون؟ هلا هي ترجع تماما لشكل الطبيعي، لشكل اللي كانت عليه ما بترجع على الاخر، يعني لانه مهما كان الجراح لازم يكون مستأصل الشريحه الجلديه وقصر المسافه اللي كانت الاذن مرتاحه فيها ومتقدمه للامام. لكن فينا نقول انه اذا ما التزم بالضماد او البوند اللي نحن بنوصيه يحطه بعد الجراحه بالشكل المناسب، او انه يكون صار شيء من الاختلاطات اللي حكينا عنها، أو يكون مثلاً ما نفكت القطب بالشكل الصح، أو فكت قطبة بكير، أو صار في تعديل يعني معين، كل هدول ممكن يسببوا عدم النجاح أو عدم التناظر أو عدم الحصول على النتيجة المرضية. بس بحال الالتزام بالتعليمات والتوصيات بشكل تام عادة بتكون عملية ناجحة، وصراحة ما عم بيصير معنا اختلاطات ان شاء الله. هيك بالصحه والسلامه للجميع. دكتوره منال شكر حضورك لليوم لهالصباح الجميل، ونتمنى لك التوفيق بعملك. اهلا وسهلا بحضرتك الدكتوره مريم ابراهيم خلوف، اخصائي بامراض الاذن الحنجره والانف وجراحه تجميل الراس والعنق. يسعد صباحك. صباح الورد. شكرا لك دكتوره، شكرا لكل المعلومات الطبيه والنصائح اللي قدمتيها، نورتي صباحنا. شكرا كثير على الاستضافه.